قصة النهاردة عن شاب صغير عنده 19 سنة بس شايل على كتفه حمل تقيل قوي، مخلي رسالته كأنها من واحد عنده 100 سنة. مشكلته أهله، أيوة أهله، أبوه اللي ما كانش بيشتغل، وأمه اللي لما نزلت تشتغل اتمردت وتحدت أبوه، الزعيق والخناق والطلاق اللي حصل بين الأب والأم، وكل المشاكل دي كوم، واللي عملته خالته كوم تاني لما اتكلمت على مامته اللي هي أختها كلام ما يصحش يتقال، وعمته سجلت لها الكلام ده. وفي القصة بقى محاضر بين الأم وإخواتها، ومحاضر في عماد وكراهية، والنتيجة إن عماد بقى بيبعد عن أهله وصحابه، فقد الثقة في كل الناس، وبقى بيفكر مش بيفكر بقى بيفكر بجد إنه يهرب ومحدش يعرف له طريق. عشان كده منورانا ومشرفانا النهاردة دكتور غادة حشمت استشاري الصحة النفسية عشان نقول لعماد يعمل إيه. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا اخبارك ايه يا دودو؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، وحشتيني. ايه رايك بقى، وانت كانوا وحشتيني او نوراني في الموسم الجديد. الله يخليك، مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي. قولي بقى ايه رايك في القصه؟ بصي، هي يعني حاجه مؤلمه قوي، بس هو بيتعامل مع الواقع اللي هو عايشه بصوره يعني ايه غير واقعيه. هي المشكلة عنده لو تبدأي من أول الستوري خالص، يقولك مفيش حد بيسمعني، مفيش حد مهتم بيا. الطفولة بنفضل شايلين التروما بتاعتها لحد ما نكبر ونتجوز لحد ما نموت. يعني ايه التروما بتاعتها؟ اللي هو مأساوياتها بقى، أو الحاجات اللي بتفضل في عندنا خمس مشاكل بتقابلنا فترة الطفولة، منهم الإهمال اللي هو بيعاني منها عماد، دي بنعتبرها تروما. الصدمات، متاعب قابلها معرفش يتعامل معاها، الصدمات دي بتفضل ماشيه معانا. هي كلمه صدمات عندنا احنا يعني دايما نصنفها بطريقه معينه، لكن هي علميا اسمها تروما، اللي هي الاهمال، هو اللي هو تعرض ليها. فهي ماشيه معاه لحد ما كبر، بتعمل حاجه اسمها PTSD اللي هي ما بعد الصدمه، انا مش عارف اطلع من المشكلة دي. أوكي. أنا ما عرفتش أتعامل معاها، حالتي النفسية من جوه ما عرفتش تظهر، أكنه محبوس جواها. إيه اللي حصل؟ إيه بالظبط بقى؟ يقولك أنا، تلاقي في الآخر يقولك أنا عايز انتحر. والله؟ أنا عايز أهرب. عايز أهرب، سوري. بس انتحر للدرجة دي ممكن توصل لكده؟ ممكن يوصل لكده. عنده ضغط نفسي، عنده الغضب، حالة غضب مش طبيعية طول القصة تقليها، عنده حالة غضب وعزلة. وعزلة نتيجة ان هو عانى من حاجة زي كده. فهو من اول الستوري خالص هو الولد مش قوي او مش عارف يتعامل مع المشاكل. طب ما هي امه نزلت تشتغل عشان الاب ما بيشتغلش، هتلاقي وقت فين بقى؟ ما هي دي مشكلة. الستات بتشقى قد ايه وانت عارفة؟ ما هي دي مشكلة بقى تانية. ممكن يكون قرار الطلاق جه متأخر. ساعات بنحتاج لما انت قاعدة بس كانت تبيعه وهو معهوش فلوس تقول له انا ماشيه. ما هو الى متى برضو ان احنا بنعرف نتحمل المشكله دي الى متى؟ جينا فتره معينه انها بتاثر على البيت، طب احنا استفدنا ايه؟ الولد شاف ايه الفتره دي؟ عدم احترام بين الام والاب. ام مضغوطه، ام مضحيه، بقى فيه يقول لك هي دلوقتي بقت متمرده على بابا. المشهد ده فيه ايه؟ عدم احترام في البيت. طيب هي هتضحي مع مين بقى؟ هي بتضحي لمين؟ هي فقدت كده شكلها قدام ابنها، وفقد الهدوء في البيت، فكده كده بقى فيه عدم احترام خلاص. اوكي، المش هما ليه بقوا فريقين؟ يعني ليه بقى انت انا لازم اختار يا ده يا ده يا ده يا ده؟ ازاي يعني ليه بقيت لازم اختار يا ابويا وخالتي وعمتي؟ هو مش عارف يصدق مين. هو بيقولك اصدق امي، وليه ثلاثة بيعادوا واحدة واخسر؟ بصي يا حبيبتي، احنا في الدنيا لازم نتعلم ان مش كل اخت سند، ومش كل قرايب اهل. بس هي اخت تتكلم على اختها؟ ماشي مش سند رزق. ماشي، بس هتتكلمي في سمعتي، ده رزق. اوكي، عشان كده صلة الرحم دي ده جهاد. صلة الرحم دي ربنا وصلها، مع انه ده اهالينا. هي فيها جهاد نفسي. طبعا. اوكي، بالنسبه للظروف اللي احنا فيها دلوقتي كمان هي فيها جهاد نفسي كبير جدا. اوكي، انت بتشوفي اخوات بيعملوا اكتر من كده، مشاكل بين الاخوات دلوقتي بقت توصل للقواضي والمحاكم بالزور وبالافتراء وبالنصب وكل حاجه.
وبياكلوا حق الاولاد بس ما بيكلموش سمعه بعض. اكيد سمعتيها دي زي دي فرقت ايه يعني اخونك اه بس ما بيكلمش سمعتك دي زي دي ده هي مش اتكلمت في سمعته بس اتبلت على الولد ان هو تعدى على مرات خاله اوكي يعني قمه الظلم وقع معاه فالولد يعني اتعرض لكذا تروما من هو صغير لحد ما حصل انفصال مش هي دي المشكله الفضيحه اللي طلعت منه مامته هي دي المشكله وايه اللي عمته اللي سجلت مكالماته والعمه اللي ما فيش ضمير ولا امان هو في كده سالي فيه ولا في عماد بيتهيأ له لا انا خايفه من الحته دي لان انا شفت قبل كده هنا في قصه حقيقيه كذا حد قال ان هو مظلوم سبحانك يا رب طلع هو الظالم اب يظلم عياله ويقول لك انا ضحكوا عليا ورموني وعملوني لو احنا مشينا ورا الموضوع برؤيتك دي اللي انت بتقوليها لا احنا كده لازم نسمع كل طرف انا لازم اخد الراي بس لازم ادي احتماليه برضه من عماد فانا اللي انت بتقوليه لازم يكون اتعرض لمرض نفسي بيتعالج فبدا يشوف هلوسه سمعيه هلوسه بصريه انا بقول كده وعايز خلي بالك انا عشان فعلا اساعده لان هو اللي بعت لنا هنا في قصه حقيقيه الطبيعي ان انا اخد الراي والراي الاخر او اتبنى انا وجهه النظر الثانيه عشان ما اضروش طيب. مش عشان انا متحامله عليه ده كفايه انت بعت لي هنفترض دي قصته الحقيقيه عشان نقدر نعالج طبعا. المشكله اللي مأساوي. هو فيه مأساوي بكل المعاني مأساوي يعني انا دايما لازم اقول لك ايه انا خايفه يكون هو بيهول او ممكن تكون هو شايف كده وهي مش وصل لدرجه كده بس برضه رجعت اقول حاجه طب ما هو عملوا محاضر اكيد المحاضر دي مش هتبقى غصب يعني مش هيهول فيها صح؟ بصي ما هنتعمل انها قصه حقيقيه انا رايي ان احنا نتعامل معاها انها قصه حقيقيه اوكي؟ واحنا هنحل حاجه زي كده ازاي؟ لان احنا لو هنفترض انها هلوسه سمعيه وبصريه زي ما بقول لا احنا لازم نسمع بقى من الاطراف الثانيه اوكي؟ فلو قصه حقيقيه هو محتاج وعيه يختلف يعني هو احنا عقلنا جواه ايه وعي على حسب وعينا على حسب تعاملنا مع الحياه ومشاكلها زي النضاره لابسينها كده هي الوعي ده انا بعتبره كده اوكي واللي انا حاسس بيه واللي انا حسب وعي هو ده اللي بينعكس على سلوكياتي وعلى تقبلي المشاكل في الحياه هو شايف ان هو في ازمه وان الدنيا زمان الماضي بتاعه صعب قوي فالمستقبل بقى وحش دي مستقبل اسود ايه السواد ده يعني ايه السواد ده سودتها علينا ليه احنا ما بنختارش اهالينا ما بنختارش شكلنا ما بنختارش اولادنا دي حاجات قدريه لازم ان انا اتعامل معاها اتقبلها ازاي واتقبلها ما فيش ازاي يعني ايه ان هو يعني ايه يعني انا اتقبلها ازاي حاجه مش عاجباني فيهم مثلا يعني لو اغير مامته اغير اهلي فيها لما حد مثلا مامته سمعتها مش كويسه سيئه السمعه هيعمل ايه؟ هيتقبلها ازاي؟ ليه ذنب في ده؟ لا نعرف نتبرأ من طب وانا ذنبي ايه الناس بتتكلم عليا بسببك؟ يبقى انا دلوقتي اللي مضايقني نظره الناس ليا مش نظرتي انا جوه لنفسي او انا دي حاجه من الحاجات بس انا قصدي يعني الفضيحه مش بيني وبين نفسي طيب هبقى متضايقه لكن لما كمان الناس تعرف هبقى متضايقه اضعاف اضعاف يا غير انا كده مش متصالحه مع نفسي خديها كده انا المفروض ان انا كل دي يعني امور انا بشوفها كلها مزيفه انا امور المزيفه اللي هي ان انا دايما واخده بالي الناس بتقول عليا ايه شكلي قدام الناس حقيقه الامر ان انا اتولدت في وسط عيله هم طلعوا ازاي شكلهم عامل ازاي انا ماليش يد فيها يعني انت بتقولي دكتور دلوقتي انا ما اقعدش اكلم نفسي واهد في نفسي اكلمها بقى ازاي اقول لها كلام حلو اعمل لها ايه ما هو اكيد يعني الناس ممكن تفهم ده ان انا اكلم نفسي لا هي مش كده في حاجة اسمها الخطاب الذاتي فعلا أنا بقول إيه الناس بقوي نفسي ولا طول النهار باصص للسلبيات بصي طول ما أنا باصص للماضي بتاعي هبقى أسير للماضي أما أبص لإيه؟ مدفون هناك أوكي؟ لكن أنا لازم لو بصيت لمستقبلي أنا بتحرر من قيود الماضي هقدر اعمل حاجه ومستقبلي هيبقى مش حلو زي ما الماضي مش حلو ما هو انا اللي بتحكم في انا ملكي مستقبلي الماضي مش هقدر اغيره الماضي ماضي اهلي اللي اتولدت فيه والظروف دي كلها لان احنا بنتعامل مع الناس ان ده اتولد ابن فلان وده كذا وده كذا وده كذا ده غصب عننا تعالوا اختاروا بس اختاروا التكافؤ لما تيجي تتجوزوا لكن ما ينفعش احكم على حد عشان هو ابنه فلان وهو بيحاول يسعى وحتى واحنا بنصاحب الناس يعني انا صاحب حد اللي زيه اللي هو زي ما بقول لك كده
طوى نفسه وبقى حاجه كويسه. اوكي ده مش مهم هو بدأ منين، بس نظرتي لي مش وحشه، ده انسان يعني بيحاول ان هو يبقى كويس. اوكي بس ازاي هتقنعي المجتمع انه حتى لو ست سمعتها مش كويسه؟ هقول تاني الوعي بتاعنا، احنا عندنا مشكله في الوعي فعلا بتاعنا. ان احنا في حاجه اسمها ذكاء روحي. يعني ايه ذكاء روحي؟ انا نظرتي للناس ومشاكلي والتعامل معاها ازاي، الكلام ده كله نظرتي ليها ازاي، وبالتالي انا ده عندي نسبه ذكاء عاليه روحي او لا. كل ما كان بيعلى كل ما كان انا بتكيف مع المجتمع ومتقبل كل حاجه بتحصل فيه. فاهماني؟ احنا ما عندناش برضو الوعي بكل اللي بقوله. في كاتب سويدي كان عامل اللي هو كتاب لذيذ قوي، نفسي الناس تقعد تقرا في الكلام ده وتهتم بالكلام ده. هل ايه بقى؟ اللي هي بيتكلم عن انماط الشخصيه، ان هو اسمه محاط بالحمقى، يعني بالاغبياء، غباء من الاخرين. ناس كتير تقعد تقول لك ايه كل اللي حوالينا اغبياء طول النهار، تلاقي متكرره الكلمه دي. هي ليه الناس بقت غبيه كده؟ صح. ومعتبرين نفسنا احنا بس الاذكياء وبقينا قسمين. سيبك من الناس بقت وحشه، لان الناس بقت اغبياء كده ساعات. قسمين، قسم اللي بيفهم اللي طول النهار يقول على بقيه الناس، القسم الثاني اغبياء. هي الحقيقه مش قصه كده خالص، قصه في ناس عارفه تتعامل مع انماط الشخصيه ومشاكل حياتها، وفي ناس ما عندهاش القدرات دي. ايوه انا ليه اتحمل حد بطيء غبي؟ ليه مجبره انا؟ نمط شخصيته. انا مالي؟ مفيش حاجه اسمها كده. اتعامل مع كل الناس، هو ده الذكاء. بس يعني مش وقته. لا انا متعطل قوي، واحنا لسه عندنا حاجات كتير قوي عايزين نعملها. لا لا انا انا من الذكاء ان انا اتعامل مع كل الشخصيات، ان هي دي نمط شخصيته، شخصيته مش عارف اغير فيها حاجه. اتقبله على كده واتعامل معاه. يعني انت بتقولي له كده ان هو يتقبل مامته زي ما هي، سواء هي صح او غلط، حاجه ما تخصكش. تعمل يتصالح مع ده. لو هو ما تصالحش مع ده هي هتفضل عنده. طب ما كده هيعتزل الناس، في تروما ويعتزل الناس والكلام ده. نرجع تاني في نقطه عايزه اتكلم فيها، ان التروما بتتوارث. يعني تلاقي حد اختين اتخانقوا في عيله، تلاقي اختين اتخانقوا في الجيل اللي بعده، اختين اتخانقوا الجيل اللي بعده، اختين اتخانقوا. لا في حاجه اسمها كده؟ دي ايه دي؟ لعنه دي ولا اخوات؟ لا مش لعنه، بتتوارث زي العين، زي العين ما بتتوارث، زي الامراض، زي كل المصائب بتتوارث. ما تعالجتش بتتوارث المصائب. يعني ايه ما تعالجتش؟ فضلوا قصدك ميتين مقاطعين بعض؟ ما تعافاش منها بالظبط. ميتين مقاطعين بعض، فتلاقي ان في اخوات كده. لو اخت مثلا خدت جوز اختها تلاقيها تاني؟ التروما دي بتتوارث. معقول؟ فناخد بالنا ان احنا لازم نتصالح ونتعافى منها. دي موجوده فين ان التروما بتتوارث دي؟ لا دي ده يعني ثيرابي جديد. ثيرابي جديد؟ في انواع ثيرابي. كل شويه بيحصل. يعني لو عيل بيغير من عيل، تلاقي برضو الجيل اللي بعدهم عيل بيغير من عيل. من ضمن الاسباب، هي مش شرط عيل يعني بيغير من عيل زي ما انت بتحكي. زي ما مثلا بيقول لك توائم بتيجي وتوائم. عماد بيقول ان في غيره بينه وبين اخوه. هو مش لازم تكون بقى تروما يا سالي، ممكن تكون الام نفسها مال. وده كومن قوي، بتميز بين الاخوات او بتقارن ما بينهم. مش هو كان بيتكلم بيقول طب ما المامتا عندها البكري حلو والصغير هو اخر العنقود حبيب قلب، يا ريت دي بس. ايه؟ يا ريت دي بس. طب ما ده طبيعي، احنا عارفين الوسطاني يعني هو اللي بيبقى طالع مش فاهم ومفطوس. مش كده بس، احنا بنحب الاشطر، بنحب المطيع اكتر. احنا عندنا دايما حب مشروط مع اولادنا. طبعا. طيب وما احب اللي بيعمل شقاوه ومش عايز يسمع الكلام. طيب وما بينامش عشان يروح المدرسه. ما هو دي نظرتنا احنا، بس لو قلنا من الناحيه العلميه هو بيعمل شقاوه عشان عنده طاقه معينه ما طلعتش صح، بيعمل شقاوه عشان يلفت نظرك، موضوع تاني خالص. يعني المفروض ابص هو بيعمل كده ليه يا حبيبي؟ بالظبط كده. ماشي. احنا اصله مش ذكي، اصله مش شاطر في المدرسه زي اخوه، بس هو شاطر جدا في الرياضه. طب يا حبيبتي احنا لازم نتعلم، يبقى عندنا وعي ان الذكاء 24 نوع. الذكاء 24 نوع؟ ذكاء رياضه، ذكاء يعني حتى لو قلت لك في المدرسه في حاجه اسمها للماس والساينس، كل حاجه لها ذكاء. وده عرف الطفل بيحب ايه، يعني بيحب ميوزك لو حس الموسيقى، لو بيحب حس الرسم. بالزبط. لو بيحب الماث يطلع مهندس. بالزبط. او فهو مش شرط ان يكون ذكي هيبقى ذكي في كل دول، فيبقى انا اكرهه ليه؟ لا اكيد في واحده هي حاجه معينه مميز فيها اللي على هوايا بقى يجي. زي مثلا زمان كان يقول لك انت عايز تطلع لعيب كوره، انا بستسهل، روح شوف مذاكرتك، شوف لعيب الكوره دلوقتي بياخد كام واللي معاه مذاكره مش عارفه بياخد كام، يبدا يفوق. دي
اولاد ضحايا للاسف للامهات اللي بالشكل ده. طبعا. لكن انا بقول لك انا بستسهل، انت مطيع، انت بتسمع كلام، انت مريحني، فانا بحبك اكتر. التاني بقى اللي هو اللي ما بيسمعش الكلام بدا يغير من اخوه. طبعا. اخوه ذنبه ايه؟ الام السبب. بيحصل لو بقى. انت تعتقدي ان الاخ بيغير من اخوه؟ طبعا. يا نهار لا في ابيض. القصه هنا ما هو احنا هنرجع تاني، هو ما ذكرش حاجات كتير برضو يا غدا بقى. هو قالها كبوينت كده ان انا برضو اكتشفت. ممكن كنت لما بتتضايقي مثلا تيجي تقولي ايه ده انا النهارده شكلي وحش واتخنت وعربيتي باظت واصحابي كلهم وحشين ساعات بتهولي بقول لك ايه هتبقى سواد على سواد. هو كده مش انت حاسه ان القصه ممكن طبعًا. يكون مهول شويه يا حبيبي شويه يعني عماد مهول ممكن شوية. يكون قصدك متضايق من حاجات كتير فجابها كده. ما كانش يعني سيكا ما كانش قالها كده، ما كانش قالها كده. هي ممكن تكون او تحليله او وصفه غلط او ممكن، بس لو هنتعامل انها مشكله دلوقتي في جوه القصه دي كارثه. فهي انا من كتر ما قلبي موجوع عليه عمال اقول يا رب ما يبقاش واقع. ما هو بصي هو يا رب يبقى مهول، احنا ساعات بنهول فاهمه، او كتب القصه وهو كان في قمه غضبه مثلا. فانت لما بتهدي تقعد تقولي طب ما هو اتخنت شويه بس لبس بقى شكله احلى، العربيه مش عارف ايه، هبقى اجيب كاوتش تاني، ما انا كده كده لسه جاي لي بونص. هتقعدي تحلي مشاكلك، لكن انا حاسه ان هو زود يعني فاهمه زودها شويه. تيجي ناخد راي الدين الاول؟ تعالي نسمع. نسمع. يلا بينا. معانا الشيخ ياسر عبد المنعم كبير ائمه بوزاره الاوقاف. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبارك ايه يا شيخنا؟ ازي عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. تسلم وتعيش وعلى راسي. ايه رايك بقى في قصتنا النهارده يا شيخنا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، فإن كان فيه ما نقول يعني الكلام بتاعنا صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو الظلم العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج في ليلة الإسراء والمعراج رأى قوما لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. انت متخيله الموقف حضرتك؟ دول النمامين صح يا شيخنا؟ فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال جبريل: هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس. لا اله الا الله. ويقعون في اعراضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي سيدي جابر بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفه منتنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتدرون ما هذا او ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. لا اله الا الله، والعياذ بالله. يعني ده اللي هيحصل مع خاله عماد اللي هي اتكلمت على اختها دي تعتبر من دول يا يعني مولانا الخاله نفسها اللي اتكلمت على اختها اللي نعتتها او مش نعتتها، هي اتهمتها في شرفها وعرضها واتكلمت عليها وسوقت سمعتها مع مين؟ مع اخت من احقر الناس ومن أرذل الناس. لا إله إلا الله. ومن أفسد الناس ومن أقبح الناس ومن ألأم الناس. شفت يا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. طبعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا، وفي رواية أخرى: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. مش كل حاجة نسمعها نتكلم عنها. الستر، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا من رضا الله. يعني يتكلم كلمة كده مش جاية على خاطره بس يتكلمها بس الكلمة دي فيها رضا الله يرفعه الله بها الدرجات. لا ده احنا كنا لسه بنتكلم بقى مولانا مع دكتور غادة حشمت بقى نقول لها انه فعلا صلة الرحم دي جهاد. ده حقيقة؟ ما صلة الرحم بيجوز قطعها في بعض الاشياء في بعض ايه الأبطال. بقى شفتي يا غادة او شفتي يا دكتور، يعني ممكن ان انا اقطع صلة الرحم لما يوصل لايه؟ لما عشان يوصل يقول لك اوعي تقطعي صلة الرحم هيضرني نفسيا او عقليا او سمعي او سمعتي او افرض مثلا اخويا او اختي
أعزكم الله فاتح مثلا شقة والعياذ بالله للبغي والفساد، لا يبقى أروح أزوره عندها أزور أو عنده. أو يا مولانا لو بيتكلم على عيالي كلام مش صح وبيقول على عيالي حاجات مش حاجة، بيتكلم على أمي. العلماء صح إن القريب اللي بيضر ما أقطعوش. ليه؟ ما أقطعوش بس بإيه؟ إن أنا بمكالمة تليفون. لا يا مولانا ما بكلمه في التليفون يقعد يدينا كلمتين وانتوا عشان معاكوا وانتوا عشان مش عارف إيه. رسالة يبعت رسالة في العيدين هيروح ردد عليك يا مولانا وافتح بقى الـ 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 لا الطريق تاني. لا لا ما تفتحيش حضرتك. وبص اتعلمنا من العلماء الأكابر إن القريب الضار ليه إن أنا ما أقطعوش، لأن قطع صلة الرحم هي القطع الصلة بينك وبين الله. طب أعمل إيه يا مولانا؟ أعمل إيه؟ ده بيضرني يا مولانا. أعمل إيه؟ أتصل بالتليفون أو ما أتصلش، أو أبعت له رسالة في العيدين. عندنا عيد الأضحى وعندنا عيد. طب لو أنا مش عايزة يا مولانا أبعت له رسالة كل سنة وأنت طيب، أو لو أنا مش عايزة طب ومقفل السكة في وشه، لو عينيه وحشة ومش هلحق أقفل السكة في وشه. كن حرصا من أحلاس بيتك. أنا أخاف على نفسي. يعني إيه حرصا من أحلاس بيتي؟ أن يكون زي بص زي أي قطعة أساس في بيتي. أبعد بعيد عن الناس اللي بتضرني، أبعد بعيد عن الناس أو اللي بتحكي عليا، اعتزل ما يؤذيك. أيوه المعاملة معاهم على القد يا دكتورة. ولا حتى يا مولانا أبعت له في العيد لو هو بيبص لي في حاجتي أو بيبص لي في رزقي أو بيبص لي في عيالي أو بيبص لي في شغلي. أحسن صلة الأرحام ديت الله عز وجل أمرنا إن إحنا ما نقطعهاش. واحنا الحمد لله ربنا وفر لنا في العصر الحديث كل الوسائل اللي احنا ما نقطعهاش. يعني الدكتور بتقول لي نبعت رساله وخلاص اللي هو رسالة اصل رسالة. بس لو وصلت لمساله زي عماد كده انه بيتكلموا في شرف او في عرض نساء. لا 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 بص النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه عشان تعرف بس. قال يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. ايه يا رسول الله؟ قال لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. فانه من تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته. لا اله الا الله، اللهم استر. سيدنا قتاده قال عذاب القبر ثلثه من الغيبه وثلثه من النميمه. يعني تلت وتلت، هيبقى ناقص تلت واحد بس. يعني تلتين، تلت من الغيبه وتلت من النبيبه. هو يا مولانا انا عايز اسالك على حاجه كمان. فقد تخلصت من ثلثان عذاب القبر. طب انا عايز اسالك على حاجه كمان يا مولانا. العوائل او العائلات يعني اللي بتعمل في بعض محاضر هي دي ليها حكم في الدين ولا ده ملهاش حكم في الدين؟ ما بيعمل في نفسها محاضر دي اكيد لكل فعل رد فعل. لو تبلي، انا قصدي لو حد بيدور على حقه على عيننا وعلى راسنا، لو تبلي ان هو يتقال ان هو ضرب مرات خاله، ان هو مش عارف ايه، ده ظلم يا فندم. هذا ظلم، وهذا يعني هذا ظلم لا يرضاه الله عز وجل. ودي يعتبر كمان هنخشها ندخلها كمان تحت شهاده الزور. ونيجي نتكلم بقى عن شهاده الزور، ونيجي نتكلم عن الظلم، ونيجي عن الحلقه مش هتاخد. انت عاوزه حلقات نتكلم في موضوع الظلم. تنورني وتشرفني وربنا يسعدك وعلى راسي وتسلم لي يا شيخنا. كل سنه وحضرتك. شكرا وحضرتك طيب. على راسي يا شيخنا. انا بقى لو شفتي اللي بقوله لك اللي هو قال لك اعتزل ما يؤذيك فعلا. يعني دلوقتي عملوا في بعض محاضر وبيتكلموا على مامته، وانا ازاي ارجع اثق؟ بيقول لك مش قادره اقول عليها خالتي. متخيله وصلت نفسها لايه مع طفل؟ يعني ايه؟ انا مش عارفه الناس دي بتعلم ولادها ايه. يعني انت مش هنقول كارما ومش كارما والكلام ده، بس انتوا متخيلين ان ولادكم هيعملوا معاكم ايه؟ كارما تدين تدين. الصوره السيئه دي قدام ولادكم احنا بنعلمهم ايه؟ واللي بتسجل مكالمه واللي بيعمل سكرين شوت ويروح يفرج الناس، هذا بامانه. فالولد عنده يعني هزه نفسيه، ولا في امان نفسي، ولا في قيم قدامه، كلها اتهزت. يعني فهو زي ما بقول لك هو لازم سؤال. اعراض كمان يا دكتور بل بدوخ دي انكسايتي. دي بانيك اتاكس. انكسايتي انكسايتي اللي هو التوتر والقلق. لا توتر وقلق حصل له نتيجه ايه؟ ده مش مرض نفسي اللي هو فيه. هي مش اضطراب نفسي مؤقت، يعني بيتعالج بسبب الحاله النفسيه اللي انا فيها. بسبب الحاله اللي هو وصلها. ما هو انت ابوه بقى اكتشفنا ان كل مشاكلنا الصحيه معظمها نفسي. يعني انت اكيد سمعتي عن الكلام ده كتير. يعني لا انا بيجي لي صداع وضغط يعلى لما اشوف حاجات مرعبه. حاجات بتضايق ضغطي بيعلى طبعا. عادي من 1 لـ10 ومن 10 لـ1 وبرضه بنقوم نغلط يوم تاني. كل ده بيتخزن في جسمه. اي هنتكلم بقى على الشاكرات معينه في جسمه، وبعد كده بيبدا يشتكي منه. طب ايه رايك دور الاب ايه بقى؟ يعني انا عايزاكي قبل ما نختم كده تقولي لي وحتى الاب ايه رايك فيه؟ هو قال لك الاب الام جحدت عليه متفرج.
بقت متمردة. ما هو أب متفرج بيقومش بدوره، بيقومش واجباته. ممكن يكون هو مش ما يستطيعش إن هو يعمل كده. مش الراجل بنشيله فوق راسنا لما حتى يقع. حبيبتي هي مش دي السكينة والمودة والرحمة؟ حبيبتي ده واجب، أوكي؟ بس إلى متى؟ لو سألت الشارع إلى متى؟ يعني في راجل بيقول لك، في ست تقول لك انا بقالي 10 15 سنه انا اللي بصرفها على البيت. طب وايه المشكله دي؟ هو مش قادر، جسمه مش تعيان، تعبان، هو عنده عجز تشيله في عينيه. ايوه طبعا. اوكي، دي قدرات اللي قادره تتحمل ده. اوكي، لو بيستهبل دي حاجه تانية. لكن في ممكن يكون كده في رجاله يعني ليلاقي الراحه. لا انت تلف في حاجة. لا يا شيخ، انت بتجيبي اضعاف اضعاف، بتنزلي تجيبي 10 اضعاف، عايزين اشتغل ليه؟ فهي بقى القصه كلها ان هو خلاص خد على كده ان هو دايما معتمد على زوجته في كل حاجه. طب صورتك ايه قدام ولادك؟ مش ده الأب. صورتك قدام زوجتك. طب روشتة اخيره بقى لعماد، تقولي له يعمل ايه؟ عماد لازم، ولو طلب المساعده هتساعديه؟ لو طلب ان هو يتواصل معاكي يأتي فور فري ويجي نور. ثانك يو دكتور. يجي نور. عماد زي ما قلت لك هي عنده مشكله تروما من هو صغير وتروما تانية بعد كده، ما ينفعش تتساب، ما ينفعش نعديها، لان يعني دي هتسبب له في المستقبل عنده في مشاكل بتزيد بعد كده. هو لازم يخش يعني جوه نفسه، يقعد مع نفسه عادات صدقه كده مع نفسه، ولازم يكتشف ايه اللي مضايقك. مضايقك شكلك قدام الناس، ولا انت متضايق ان عيلتك كده؟ في فرق كبير قوي حتى بعد كده في ان هو يتعالج. اوكي، وعيه لازم يتغير للمشكله، نظرته للمشكله. نرجع تاني نقول الذكاء الروحي بتاعه. فهو عايز مساعده، هو ما ينفعش الكلام ده كله ما بتقوليه، هو مش فاهم ابدا منين. اوكي، فهو لازم هو يساعد نفسه بس كده. لازم هو يساعد يعني المفروض ان هو يشتغل على نفسه ويبدا يقول انا عايزه. لازم يساعد نفسه، لازم يلجا لحد متخصص، ولازم يساعد نفسه في ال انت طبيب متخصص في الواقع ده اللي هو فيه ده. نورتيني يا دكتور هدى، ميرسي جدا. ربنا يخليك يا سيدي. وزي ما سمعتي يا عماد هتحتاج منك شويه وقت، هتحتاج ان انت تقول انا عايز اساعد نفسي. مفيش حاجه مفيش حاجه اسمها المستقبل كله سواد. استنانا واستنونا بعد الفاصل.